بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لن نستطيع أن نمر بأجزاء هذه الآية ولكن نعطي صورة إجمالية ثم نطبقها على مولانا أبي عبد الله الحسين اختصارا للحديث. يقول سبحانه وتعالى يتحدث عن جماعة من المؤمنين الضعاف، ضعاف الإيمان المقصود، وذلك أنهم لما كانوا قبل ذهاب الرسول إلى المدينة كان المشركون يعتدون عليهم، فكانوا يأتون للنبي يطلبون القتال، يقولون يا رسول الله خلنا نقاتلهم، فإننا في الجاهلية كنا أعزاء، يعني نأخذ حقوقنا بسيوفنا إذن لأن في الحرب. فكان النبي يقول لهم إني لم أؤمر بالحرب وإنما أمرت بالعفو، لم يأمرني الله بالقتال، أنا مأمور بالعفو، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فإذا خذ العفو، إلزم طريقة العفو. هؤلاء كانوا يعترضون يعني في الواقع على رسول الله ويطالبون بأن يقاتلوا، وكان عقيدتهم القتالية قائمة على العصبية، على الحمية، على الكبرياء، على السلب والنهب، هذه عقيدة الجاهلية في القتال. فيقولون له إحنا كنا أعزاء، شنو أعزاء؟ هذا سبب من أجله نخوض الحروب، نقاتل. الآن في الإسلام أنت تقول لنا لا تقاتلوا هؤلاء. فعندئذ نزل القرآن يقول لهم أمسكوا عن القتال. ألم ترى، يعجب القرآن يوصف حالهم ويعجب منهم. ليش يعجبنا منهم؟ يقول لأن هؤلاء بعدين لما جو المدينة فريق منهم قيل لهم الله أوجب القتال، قالوا لما كتبت علينا القتال، إحنا ما نريد نقاتل وإحنا نخاف. يخافون الناس، يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. فالقرآن يعجب منهم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، بعد فلما كتب عليهم القتال قال فريق منهم شنو قالوا؟ لما كتبت علينا القتال ويخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. ثم بعد شنو قالوا؟ قالوا فلولا أخرتنا إلى أجل قريب، هذا هم اعتذار، تأخرنا ما نريد نموت بالقتال، نريد نموت على فراشنا، ما نريد يعني إلى أجلنا الذي الله كتب إلينا، الأجل الاعتيادي. فلولا أخرتنا إلى أجل قريب، وهذا الأجل قريب لأنه نازل على الكل، فبالتالي إلى أجل قريب. إهني الله سبحانه وتعالى يعلم النبي كيف يرد عليهم. النبي صلى الله عليه وآله يقول له الله قل لهم هذا الأمر متاع، قل متاع الدنيا قليل وللآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. الآخرة خير مطلق بالنسبة لكم، لأن السبب في عدم مقاتلة هؤلاء خوف الموت، يريدون
يتمتعون بالدنيا، فلولا أخرتنا إلى أجل قريب إن احنا نموت براحة. زي وين كان إصراركم على أن تطلبوا القتل والقتال؟ الآن لما كتب عليكم، لما جئتم إلى المدينة عشتم حالة الرفاء، رفضتم الموت، ما تريدوا أن تموتوا بالقتل وتريدوا عرض الدنيا اللي ينتهي. فمن هنا الإجابة، يعني يريد يقول أنتم ما عندكم إيمان، هذا الذي يريد أن يقوله. يقول لهم هذه المتاع مال الحياة الدنيا قليل، هناك شيء وهو الآخرة، والآخرة خير مطلق. فلذلك قال وللآخرة خير، مو بس خير في جهة معينة، خير مطلق، خير بس لمن؟ لمن اتقى. ولا تظلمون فتيلا لما تعملوا الأعمال الصالحة. فإذا المشكلة مشكلة الإيمان. هذا الإيمان ليش ضعيف؟ لأنه هؤلاء لم يكونوا يقوموا بالصلاة حق قيامها، ولم يكونوا يؤدوا الزكاة. يعني يريد يقول الإيمان يتغذى بهذين الأمرين، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إقامة الصلاة أحد معانيها، إقامة الصلاة هو إطالة الركوع والسجود. يسأل الإمام أبو جعفر الباقر سلام الله عليه، أحد أصحابه يسأله يقول سيدي أيهما أفضل، كثرة القراءة للقرآن في الصلاة أو كثرة الركوع أو اللبث في الركوع والسجود؟ كثرة اللبث في الركوع والسجود. فقال الإمام كثرة اللبث في الركوع والسجود في الصلاة أفضل من كثرة قراءة القرآن. أما سمعت قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، يعني من القرآن، في الصلاة في سورة المزمل تقرؤون، فاقرأوا ما تيسر منه يعني من القرآن وأقيموا الصلاة. قال فما تيسر يعني قليل، مو تقرأ كثير، يريد يقول مو مطلوب، يعني مو واجب أن تقرأ كثير. الآن مستحب بعض السور في سورة في صلاة الصبح، بعض السور الطوال بأي معنى؟ بمعنى تقرأ عما يتساءلون، تقرأ والفجر، تقرأ سورة الغاشية، مستحب في صلاة، والعاديات ضبحا وهكذا. يقول لي ولكن شنو؟ تقرأ القرآن بقدر ما يتيسر، أما كثرة اللبث يعني تطول في السجود والركوع فهو إقامة الصلاة. فإنما عنا بإقامة الصلاة، يعني لما قال وأقيموا الصلاة، هذا الإمام قاعد يفسر، الإمام أبو جعفر قال إنما عنا كثرة اللبث في الركوع والسجود. زين، الرواية لها تكملة، أنا أكتفي بنقل هذا الجزء من كلام الإمام فيما يفيدنا، وهو شنو؟ إطالة الركوع وإطالة السجود. وورد أن التسبيح الواحدة تقول سبحان سبحان العظيم، مو ربي، هذا في الرواية، أما في ركوع السجود فتقول سبحان ربي العظيم وبحمده. يقول الإمام إذا تقول سبحان ربي العظيم وبحمده أو سبحان ربي الأعلى، سبحان الأعلى وبحمده أو سبحان ربي العظيم وبحمده، تجيب الرب. يقول إذا تقول واحدة فإن الله يعطيك 3000 حسنة في الصلاة أو في غير الصلاة، يعطيك 3000 حسنة، يمحو عنك 3000 سيئة. بعد قال يرفعك 3000 درجة. هذا مقدار عظيم من الثواب في التسبيح، ولذلك يستحب تكرار التسبيح 3 5 7 9 الرقم الفردي يستحب الإطالة. وهذا الركوع وهذا السجود سيحقق الإيمان. ليش؟ لأن الإيمان يؤمن بأن هناك إله خالق رب رازق وهكذا، ينبغي الخضوع والخشوع له، فهو عمليا قاعد يحقق تلك العقيدة الموجودة في ذهنه اللي هي نظرية في ذهنه وعليها أدلة وبراهين، بس تبقى أفكار تجريدية، كيف يترجمها؟ بالركوع والسجود. فمن هنا يقول
في سجوده يستحب أذكار كثيرة، بس ورد عن الإمام الصادق أنه أفضل ما تقول هكذا تقول قبل ما تقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، تقول اللهم لك سجدت. لاحظوا كلها تحقق الإيمان، اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت وأنت ربي. ثم عبارة جميلة اتحقق هذا الاعتراف لله، سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره الحمد لله رب العالمين. ثم تقول ثلاث مرات سبحان ربي الأعلى وبحمده. هذا أقل ما يقال في إيش؟ في السجود. ليش؟ كي يحقق الاعتراف ويرفد الإيمان. هذا يقال له إقامة الصلاة. ولذلك يوم من الأيام رسول الله محمد كان يعمل فوق داره يصلح بعض شؤون دور بيته، فمر عليه رجل فقال أنا أقوم بهذا العمل يا رسول الله، أنا أساعدك عاون. قال له شأنك، تريد تعاون ما أمنعك من الخير، شأنك. فأصلح ما كان يريد النبي أن يصلحه وانتهى. قال له النبي ما حاجتك؟ فقال الجنة. سوى ليه عمل قليل ويريد شنو؟ يريد الجنة. ما حاجتك؟ قال الجنة يا رسول الله. بقى النبي ساكت فترة ثم قال له إن شاء الله تعالى تفضل. مشى ناداه النبي قال له يا هذا ولكن أعنا بكثرة سجودك، إطالة السجود، كثرة السجود لله. فمن هنا القرآن يقول يأمر بإيش؟ هؤلاء الذين قيل لهم كفوا أيديكم، ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، لكن أمرهم بإيش؟ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وذول اعتذروا بأنه لماذا تكتب علينا القتال؟ فلما كتب عليهم القتال إهني طبقت هذه على الحسن والحسين. في الرواية عن أبي جعفر سلام الله عليه محمد بن مسلم من أجلاء الأصحاب أصحاب الأئمة أصحاب الإمام الباقر، يروي عن أبي جعفر سلام الله عليه قال أما والله للذي صنعه الحسن لهو خير لهذه الأمة، يعني الصلح اللي قام به، كف القتال، كفوا أيديكم، كفوا عن القتال، لا تقاتلوا، هذا أمرهم به الحسن. فإن والله إن هذه الآية نزلت فيه، ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، قال في الحسن بن علي عليه السلام، هذه والله يقول نزلت. ثم كمل فلما كتب عليهم القتال إلى آخره، قال في الحسين عليه السلام أمرهم بالقتال. وهو هذا بالفعل هو اللي صار. الحسن جوي، يعني جو حتى أصحاب الإمام الحسن من الخلص من الزعماء مثل سليمان بن صرد الخزاعي وغيره، قالوا يا حسن معك كذا 100,000 سيف، يعني خزاعة كلها وياي، فإحنا نقاتل يعني ننقض العهد. قال له لا. هو هذا نفسه سليمان بن صرد الخزاعي لما جاء الحسين وجاء مسلم نوعا ما كان متردد متباطئ، فلما كتب عليهم القتال يعني ما قاتلوا مع الإمام الذي ينبغي أن يطيعوه، كان ينتظرون الإمام إذا يجي إلى الكوفة ويشوفونه ويسوي، يعني كد عبيد الله بن زياد أخذ كل شيء، فتباطؤوا ففشلت أحد أسباب فشل الثورة. هذا سبب عميق في قضية شنو؟
أن الواحد يقاتل على مزاجه، يقاتل على ما يريد وقت ما هو يحب قاتل قاتل، مو طاعة للإمام، مو طاعة للمعصوم. فلذلك فلولا أجلتنا إلى أجل قريب قالوا طبقت على خروج القائم عجل الله فرجه، أن يعرفون النصر وياه ما راح يصير شنو هزيمة. هذا نفس اللي تسمعون أنه إذا خرج القائم بعض شيعته شنو يقولون تأخر، ليش مستعجل، وهذا ولا بعد أكثر، لا حاجة لنا بك يا ابن فاطمة، ينكرونه. بس نتكلم عن شيعة يقولون ليش إنه تأخر، بعدنا ما مستعدين ما متهيئين. فلذلك الروايات تأكد على إقامة الصلاة وإتيان الزكاة مع من؟ مع من يؤتي الزكاة ويقيم الصلاة. ولذلك الزيارة، زيارة الإمام الحسين لما تزوره مثلا في زيارة الناحية اللي قرأنا بعض فقرات منها، يقول أشهد أنك قد أقمت، مو أقيم أمر إليهم لا، يقول هذا فارغ أقام الصلاة، لا يصلحهم إلا هذا من كان قد أقام الصلاة، أشهد أنك قد أقمت الصلاة. ولذلك اعترف حتى ابن الزبير قال قتلوه صواما قواما كثير الركوع وإيش والسجود. يقول عن الإمام الحسين كان مقيم الصلاة، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة. ثم بعد ذلك يجي الإمام المهدي يزور جده الحسين يقول السلام على من دفنه أهل القرى، السلام على ساكن التربة الزاكي. أهل القرى يعني بني أسد، بني أسد ثلاث ليالي يشوفون أنوار تصعد من المعركة إلى السماء، يمرون على المعركة يشمون رائحة زكية ذكية طيبة عطر يفوح. فعندئذ جاءت النساء إلى الرجال، هنا تدخلت اللطافة في هذا العنصر النسوي، قاموا بهذه المسؤولية، قالوا للرجال أثاروا حفيظتهم إذا ما أنتوا تروحوا تدفنونهم إحنا بمقانعنا بعفتنا نروح ندفن هؤلاء وإن كانوا رجالا، لأن ذولا أولياء لله ما هم ناس اعتياديين، وفيهم إمامكم. هني أخذتهم الحمية، رجال بني أسد انتشروا في المعركة على الأجساد، قالوا خلوا ليكم عين حتى لا يجينا عين من عبيد الله بن زياد أو جماعة، وإذا بواحد رجل تخب به راحلته من بعيد، ما مداهم أيضا أن يختفوا، وإذا عندهم ما تصنعون؟ قالوا جئنا نتفرج على هذه الأجساد. قال أصدقوني الحديث، قالوا جئنا ندفنه، احنا شفنا كرامات وشفنا أشياء جئنا ندفنها، كرامات تهاهبه الوحش اتدنوا لمصرعه، وقد أقام ثلاثا غير مقبولي. ها يقول الآخر يا ميتا ترك الألباب حائرة، وبالعراء ثلاثا جسمه ترك، تأتي الوحوش له ليلا مسلمة، والقوم تجري نهارا فوقه الرمكا. احنا شفنا كرامات فجينا ندفنها، هذا الصدق. قال لماذا لم تدفنوها؟ قالوا إنها أجساد بلا رؤوس. والأعراف العشائرية والقبائل يجون يسألون عن قتلاهم، فماذا نقول لهم؟ قال ولكني أعرفها، فحفر من ناحية المصرع المقدس
وأراد أن يحتمل أباه ولكنه مقطع الأعضاء، فجعل يجمعها كومها حتى الخنصر كان مقطوعا. ثم أنزل تلك الأعضاء والأوصال المقطعة، لما أرادوا أن يساعدوا قال إن معي من يعينني. آه، ثم أهال التراب وكتب على القبر: هذا قبر الحسين بن علي المقتول عطشانا ظمآنا. ثم قال مؤبنا لأبيه: أما الدنيا بعدك فمظلما، وأما الآخرة بنورك فمشرقا، أما ليلي فمسهد، وأما حزني فسرمد، حتى يكتب الله لي ولأهل بيتك دارك التي أنت بها مقيم. قلت شيمكم والحمية يا مسلمين، وين الذين يواري هالمطر، لبسوا مقانعنا وتخفوا خلف الستور، واحنا بعمايمكم نروح ونحفر قبور. إن وارها الأجساذ الذي بالمعركة نور، أجساذ كلها على الغبرة مزهري، رحنا وقصدنا المشرع وجينا المعارة، شفنا جسد مرضود خلانا حيارة، أعضاء كلها مقطعة وتسطى أنوارا، يا مقطوع حتى خنصرا، يا من شف ليمي إلا مرمي على حر الوجه، عرياني مسلو مطعون بضلع، يا قلبه بسهم مصيو، يا ويلي قلب العدو من شوفته ينفت ويذو، يما رضيع ونضين هذه جثة حسن، يما ولد مثل البدور نوري تلالة، كثر الطعن والضروب ما غير جماله، ما تنحص جراحا مقنطر عن شماله. الله يعين الفقدته وفقدتها الاثنين، فتت مرايرنا بطيل يم الشريعة، مذبوح لكن ذبحتي والله فجيعة، حتى من الزندين شفنا قطيعة، صاحوا بعلم كنا وسلالة هاشميين، من شوفت تلوح الفرايس وشدة الباب، يا ويلي زنود بلي جفوف والجثة بالارى، وانضن عليه الفارسيل معروف عبايا،
قطعة على جود العدى شمال وليمي يا حفار يا حفار قبر زين وسعى ولما انت نزله للضعضع من حيث كل أعضاء مقطعة يا يخفاك ظل عمه البضعة يا هي الأصل وحسين فرع بعد ودور 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 على مقطوع ودور على مقطوع صبعه يا ثم رجع زين العابدين إلى الكوفة استقبلته عمته أين مضيت يا ثمال الباقين ويا بقية الصالحين قال الآن لتوي فرغت من تجهيزي ودفن أبي الحسين فضجت النساء ضجت زينب قالت إلى الآن أبوك الحسين على لم يوارى في حفيرة آه آه بيتين وأسألك الدعاء صاحت دفنت أهلي يا بعد أهلي يا سجى رؤوس جثث واريتهم لو بس الأجسام قالها يا عم الروس طشرها ابن زيايا للشام وإحنا من بعدهم غصب ماشي إلا ما حد تدنى من الخلق شق لهم شق لهم رمو غير محاسنهم يا عمه يا عم حار الشمو ودفنتهم كلهم يا محزون بلاروس واما البطل عباس لا راس ولا يدين